الآن مع محمد حضير الهملان ممثل نريد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، فضل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر أخونا الدكتور وليد الطبطبائي على إقامة هذه الندوة. يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أننا نشهد في هذه الأيام تراجعا في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. لذلك التجارب السابقة مع هذه الحكومة والشواهد الحالية أعطتنا مؤشر بفشل هذه الحكومة مستقبلا. حكومة مبدعة في تعطيل جميع مصالح الشعب، بالتوظيف، ازدياد البطالة، بتعطيل الكوادر، في كل شيء تعطل تحت تعريف التكتيك. نقول لهم: لا يا سيدي، التكتيك لا يعني تسفيه إرادة الأمة، التكتيك لا يعني تجاوز حقوق الشعب، التكتيك لا يعني العبث باللوائح والنظم والقفز على القوانين وتفريغ الدستور من محتواه ومبتقاه. هذا مو تكتيك. لذلك هذه الحكومة فاشلة في كل شيء إلا في هذا التكتيك. يا أخوان، إذا استمرت هذه الحكومة بهذا النهج الهدام فهذه مصيبة كبيرة، وهذا يقع على عاتق النواب وعاتقنا أيضا نحن الشعب. لذلك نلخص ما نريد من عملية النهج الجديد، وهو حقيقة يتلخص بكلمتين: التزام الدولة بالقوانين تحت مظلة الدستور. هذا الذي نريده، مع تفعيل مؤسسات الدولة بالطريقة العملية الصحيحة في تطبيق القوانين. لذلك يا أخوان، إذا استمرت هذه الحكومة بهذا النهج ونحن كشعب سكتنا وصمتنا ولم نساند نوابنا ولم نحفز الآخرين ولم نوبخ من باعوا إرادة الأمة لهذه الحكومة، فنحن حتما مقبلين على هدم وليس بناء، تعطيل وليس تنمية. لذلك يقول الشاعر: فلو ألف باني خلفه هادم كفى، هادم واحد، فكيف ببنيان خلفه ألف هادم؟ والهادم للأسف هي الحكومة. وشكرا.